أيها المسافر، أيها المسافر، إلى ما سفرك هذا طويل؟ لحظة فقط انتظرني، لحظة فقط انتظرني كي أشبع روحي قصائدا ما برحت أنتظرها، قصائدا ما برحت أنتظرها. لهذا متلهف للسفر، لهذا متلهف سهري، دعني كي أشاركك هذه الرحلة، ونطوف في دنيا الأشعار، ونزور الخاني، ونسأله عن ما موازين، وعن ملا جزير فقيه الطيران، عنا ننازح عن ستار التراجيدي، والباكيات الحزينات البريئات. أتذكر تلك الليالي وذلك القلم؟ أتذكر تلك الليالي وذلك القلم؟ القلم الحزين بيدك وجراحه تنزف شوقا للسفر. ألم تقل لي بأن نسافر سويا؟ ألم تقل لي بأن نسافر سويا إلى إمرالي لنقتبس من الأشعار الأجلانية معاني، لنقتبس من الأشعار الأجلانية معاني للشوق، للعشق، للحرية. فقد طال انتظارنا، فقد طال انتظارنا، ونحن ننتظر. نتساءل يا ترى متى، نتساءل يا ترى متى ستشرق الشمس من وراء تلك البحار؟ أزنت بمجيء الحرية متى؟ متى يا صديقي؟ ألهذا تحب السفر وحيدا؟ ألهذا تحب السفر وحيدا وتبتسم للقاء عشيقتك في السماء؟ ألهذا تحب السفر وحيدا وتبتسم للقاء عشيقتك في السماء يا صديقي؟ سامحني، سامحني إن قلت لك وداعا، سامحني إن قلت لك وداعا، ومباركا لك الشهادة واسم الشهيد.